على الجانب الاخر بيواصل النادي المصري تحت قياده مدير الفني كابتن علي ماهر استعداداته لمواجهه الزمالك في المباراه اللي هتجمع الفريقين في الجوله الثالثه من عمر مسابقه دوري نايل، والمقرر ليها طبعا يوم السبت الجاي، واللي هتكون على استاد برج العرب. كان المصري خاض مباراتين وديتين خلال الايام الماضيه، حيث فاز في الاولى على فريق دايموند بنتيجه 3-1 قبل ان يتغلب في الثانيه على فريق راس بويت ب7 أهداف مقابل هدف. ضربت الاصابات الفريق قبل المباراه المرتقبه امام الزمالك، وبيبحث اكيد الجهاز الفني للمصري بقياده كابتن علي ماهر عن البدائل للتعويض طبعا الغيابات. بيسعى كابتن علي ماهر لاستغلال توقف طبعا في تجهيز اكتر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث بتضم قائمه المصابين كل من خالد الغندور، خالد صبحي، ومحمد دمش. طلب كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا التقرير عن حاله احمد القندوسي لاعب الفريق بعد مشاركته مع الجزائر في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا خلال هذا الاسبوع. شارك احمد القندوسي مع منتخب طبعا محاربو الصحراء امام غينيا الاستوائيه في 20 دقيقه، كما شارك في مباراه ليبيريا كامله الا واللي فاز بيها طبعا الجزائر ب5 أهداف مقابل هدف. وبيريد كابتن ايمن الرمادي الاطمئنان كده على حاله احمد القندوسي من اجل وضع برنامج خاص ليه لتجهيزه لمواجهه حرس الحدود المقبله في بطوله دوري نايل، خاصه وانه اكيد احد العناصر الاساسيه في الفريق.